تم اليوم اللقاء التقييمي لمؤسسات التسيير السياحي والفندقية التابعة لمجمع فندق سياحة وحمامات معدنية، حيث أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي محمد علي بوغازي على ضرورة تقديم خدمات لائقة وبأسعار معقولة لاستقطاب السياح. الإمضاء على عقود النجاعة وفي اعتقادي سلوك حضاري ومسؤول من قبل مؤسسات عمومية لتدخل من الباب الواسع إلى الحكامة الراشدة، وهو نوع من الالتزام الأخلاقي والمعنوي الذي يقدمه مسؤولو المؤسسات أمام الجهات الوصية.